بسم الله الرحمن الرحيم. بنستكمل اليوم محاضرات الوسط، وهنتكلم على الميثود اوف وست ديسبوزال تكمله لها. زي ما بنشوف عندنا مثلا امثله اليو اس اي ريسايكل ريت، معدلات التدوير في الولايات المتحده. يمكن الفيجر اللي قدامنا ده بيديني في الولايات المتحده نسب الماتيريالز اللي بيتم اعاده تدويرها ومعدلات تدويرها. فادي عندنا الستيل كانز، الالومنيوم، البيبر، اليارد ووست، الجلاسز، بلاستيك، وبيديني النسبه بتاعت كل واحده فيهم. فبنقول الريسايكل كونسيرنز بلاستيك ار ريسايكل بات تكنولوجي ديفرز، يبقى بنعيد تدوير بتكنولوجيات مختلفه. Industry is researching new technologies. بنلاقي عندنا economics are of concern، ان انا عندي بلاقي demand for product must keep pace with growing supply، يبقى الطلب بيبدأ عندنا ينمو على مثل هذه المنتجات. ولما نيجي نبص عندنا هنلاقي انه الجمعية والفيجر ده للجمعية إعادة التدوير زي الشكل اللي قدامنا. Major strategic scheme in figure 1 intended to strengthen the network of waste recycling among local community, local government, collection organization and recycling fund lived from manufacture. يبقى عندنا هنا اهو الجمعية، الكلام ده كله مرتبط بالولايات المتحدة، بيبقى عندهم جمعيات لتدوير النفايات، وبيديني الشكل اللي قدامنا ده هو بيديني اللي هو مخطط، بيوضح لي عملية التخطيط او مخطط للاستراتيجية اللي بتستخدم. فبنلاقي انا عندي ايه؟ انا عندي الكوليكشن بوينت، دي نقطة تجميع. هتلاقي عندي فيه مخططين، مخطط اللي هو السهم المتصل ومخطط السهم المتقطع. السهم المتصل ده بيتكلم على الريسايكبل ماتيريالز، اللي هي الماتيريالز اللي ممكن يعاد تدويرها. الخط المنقط ده بيديني اللي هو الماني فلو، اللي هو يبقى انا عندي فيه ماتيريال فلو وعندي فيه ماني فلو. ماني فلو سواء هكسبه او هدفعه. فانا بعمل كوليكشن، وبعمل كوليكشن اورجانيزيشن اللي هي الهيئه اللي بتجمع عندي، ودي بيتم فيها الكوليكشن والسيبريشنز والستورج. بيبقى عندنا بنخش على الريسايكلينج فاسيلتيز بعد كده. يبقى انا الريسايكلينج فاسيلتيز استفدت ماني سليم، وبعدين عمليه الريسايكلينج انا عندي ريسايكل ماتيريال بتروح عندي سهم، الماني بيروح لللوكال جفرمنت، اللوكال جفرمنت بيديني ماتيريال، الهاوس بتديني ماتيريال، يبقى كل ده بيخش على ماتيريال. انا هنا بكسب الماني اللي موجود عندنا، ما انت بتكسب عندنا ماني كورسبوندنج لو او مقابل للعمليه اللي انت بتعملها. في النهايه بيبقى عندي بعد ما بعمل هذا الكلام عن التدوير بيديني نيو او ام اس دبليو تريتد فاسيلتيز، المواد اللي موجوده عندنا، وبيديني المكاسب الماديه اللي موجوده عندنا من عمليه التصنيع اللي موجوده عندي. فالفيجر اللي قدامنا ده بيوضح لي علاقه الريسايكبل ماتيريال، عمليه الريسايكل بروسيس، مع المكاسب الماديه اللي ممكن نكتسبها من هذا البروسيس. What can you do with solid waste؟ ايه اللي ممكن نعمله مع السوليد ووست؟ اول حاجه buy durable items and repair them. هنشتري الايتيمز واستخدمها وارجع اصلحها ما ارميهاش. Buy recycled goods and recycle them again، يعني اشتري منتجات من مواد معاد تدويرها او بضائع مواد معاد تدويرها وارجع استخدمها تاني عشان ما انتجش تاني كميات. Buy beverages in refillable containers، ان احنا ممكن بنشتري في الحاجات بتاعتنا في كونتينرز كبير. ريتشارج باتريز، يعني انا هنا بدل ما بستخدم بطاريات عاديه اللي بستخدمها في الحاجات بتاعتنا كلها اللي موجوده عندنا، اذا كان ريموت، اذا كان جهاز صغير بتشغله،
whatever anything، بدل ما استخدم بطاريات وارميها بستخدم بطاريات يعاد شحنها، بحيث اقلل المنتج بتاعنا من النفايات. reduce junk mail. احنا طبعا البريد القديم كان كله عبارة عن ورقي، فكان فيه كميات كبيرة جدا. احنا حاليا يمكن في العصر اللي احنا عايشين فيه دلوقتي الميل كله بيستخدم الكترونيك ميل، فبيكون كميات البريد الورقية قلت جامد جدا. lobby for trash separation and recycling. بنضغط على عملية انه ان احنا نحقق عملية الفصل وعملية التدوير، عملية فصل اللي النفايات بحيث تجيلي من المصدر بتاعها كل منوعة أو مقسمة كل حسب نوعه، وبتضغط برضو على عملية ريسايكلينج. بنختار تشوز ايتمز ويز مينيمال باكينج، بنستخدم الايتمز اللي بتكون أقل في عمليات الباكينج والباكج اللي بتربط بيها. كومبوست يارد اند فود ووست، بنقلل او بنسمد الفود ووست بتاعتنا، بنحولها الى سمات. بكده بنكون انتهينا من هذه المحاضرة، ونتمنى لكم التوفيق بإذن الله.